علي صوتك، اللي مش عايز الدكتور ضاح يرفع ايده. هيجي فاكس النهارده قبل ما راجل اروح من مكتبه، لان الدكتور ضاحي معاه مدير دكتور عاصم هيوصل يا النهارده يا بكره عشان الصفه الماليه. دكتور مجدي المسلمي هيتولى بالفاكس مدير المستشفى بصفه مؤقته، هيقعدوا معاكم تعملوا طلباتكم اللي انتوا عايزينها وهتتدارس لغايه ما يجيلكم حد من الهيئه. تمام. الفاكس جاي انت بقى، الفاكس النهارده مش موجود معاكم. الناس اللي واقفه لو في حد في ميعاد شغله ما يقفش معايا، الناس اللي فرحان او هي الناس اللي كانت سهرانه انا عارف ان هي اللي معايا، الناس اللي بره طبطشيه هي اللي معايا، اللي وراه اسم الرعايه ابقى اكل تاني زي امبارح، الرعايه المركزه لاستقبال الاسامي الداخلي والمرضى وما يخدم عليها انا مش عايز اشوف حد منهم هنا. قول له يوم عشان المريض هيدخل كلنا هنشيله من الدكتور، احنا مصلحه المريض قبل مصلحتي. وجودك جنب المريض افضل من وجودك بالنسبه لنا احنا. مش هنعطل الناس، هتبص لنا على ايه دلوقتي؟ ده سايبين شغلهم مستنين يشوفوا حد بيتكلم، حد يعمل اي عشان يقول لك ده سايب شغله وجاي. لا احنا مش سايبين شغلنا، الناس دي كلها اللي في وقت راحه وبنهاجم كمان عشان كل اللي سامع. ثانيا باكد عليها تاني، احنا مش بنطلب مطلب شخصي بين عداوه وبين شخص بعينه، احنا بنطلب تغيير سياسه نظام